منذ بداية الجائحة شهر 3 السنة الماضية كان شيء غير متوقع طبعاً، وكانت الظروف صعبة في عمان وفي خارج عمان. إحنا ما كنا مؤهلين حتى كمعلمين إن إحنا نتعامل مع ظرف مثل هذا الظرف اللي صار في الجائحة. فأول حاجة صارت إنه توقف التعليم، طبعاً شيء كان يحزننا يعني كمعلمين، نحس إن إحنا ما قادرين نوصل لطلابنا. لكن كان في مبادرة من وزارة التربية والتعليم لتسجيل الدروس على المنصة التعليمية، شاركت فيها كمعلمة وأفتخر بذلك. يعني كان أول درس نزل في المنصة درس من الدروس اللي أنا سجلتها لطلاب الصف الثاني عشر. يعني نريد نخرج دروس بشكل سريع، ما نريد التعليم يتوقف. فعملنا يعني ساعات متواصلة، أذكر يعني حتى كان يأذن العصر علينا وإحنا في المدرسة. طبعاً الغداء كان الخبزة والجبن والبطاطس، الوجبة الشهيرة العمانية السريعة، على أساس إن إحنا كنا لازم نتدرب على برنامج موزايك لتسجيل الدروس. وبعد ما تدربنا عليه نقلنا الأثر، يعني حاولنا ندرب موظفين في الوزارة ومعلمين كانوا جايين من مختلف مناطق السلطنة، والحمد لله تمت عملية التدريب بنجاح يعني. وبعدها بدأنا بتسجيل الدروس. هذيك الفترة كنا نغطي أكثر من جانب، كنا نسجل الدروس للمنصة التعليمية، وكنا في نفس الوقت مشاركين في برنامج درس على الهواء، نفس الشيء نعطي دروس على قناة عمان مباشر لطلاب الصف الثاني عشر. فكانت فترة يعني صعبة، لأنها يعني مثل ما تقولي كانت فيها ضغط كبير يعني كمعلمة، ونفس الوقت كأم في البيت أولادي نفس الشيء كانوا يدرسوا أونلاين، يحتاجوا دعم، يحتاجوا تهيئة نفسية، ويحتاجوا وقفة يعني معنوية أيضا. ولكن الحمد لله مرت الأيام، والحين ظلت الذكرى جميلة، يعني إنه إحنا في النهاية سوينا شيء للوطن، شيء نفتخر فيه. والحمد لله مرت هذه السنة على خير يعني بصعوبتها. جينا لهذه السنة طبعا توقعنا انه الحال يكون افضل، كان افضل من باب انه احنا بدينا نتعود على الوضع، بدينا نتعايش مع الوضع. لكن الجائحة ما زالت موجودة، تحديات بعضها ما زال موجود. الحين هذه السنة انتقلت في العمل من معلمة الى مشرفة، ونفس الطريقة يعني أروح أزور المدارس، أشرف على المعلمات، أواجه يعني أسمع تحديات المعلمات، أحاول أني أنا أدعمهم نفسياً. لكن هناك بعض التحديات ما زالت تواجهنا، في مثلاً شبكة الإنترنت، انقطاعات، عدم دخول بعض الطلبة للمنصات التعليمية بسبب عدم توفر الأجهزة أحياناً. الحزن والفاقد هنا في الفجوة التعليمية اللي بيصير، يعني يمكن احنا الحين ما نلمسه يعني في فترة قصيرة، لكن على فترات قادمة، لأن العملية التعليمية عملية تراكمية. فهذا الفاقد التعليمي يمكن يأثر على أبنائنا في الأيام المقبلة، في السنوات المقبلة. فأتمنى أن تتضافر الجهود أكثر، بحيث أن احنا نحاول نواجه هذه التحديات اللي احنا نواجهها حاليا في قطاع التعليم. والهدف الرئيسي والأساسي إن إحنا نرقى بالعملية التعليمية، ونقلل هذه الفجوة الحادثة في الفاقد التعليمي. يعني حتى واحدة من المعلمات كانت تقول لي أنا أقيم الطلبة في القراءة عن طريق برنامج بادلت، يعني يسجلوا لي مثلاً هم يقرأوا وأنا أشوف التسجيل. فسألتها كيف الطلبة أساساً عرفوا يعني يستخدموا هذا البرنامج، قالت لي اضطريت أني أعمل ورشة عمل للأمهات، على أساس أن الأمهات يقدروا يساعدوا أبنائهم يعني عن بعد، ويقدروا يرسلوا لي هذه الفيديوهات. فكانت مبادرة طيبة يعني منها حقيقة، ما يعني في معلمات وفي معلمين يعني عملوا بكل ما أوتوا من قوة، خلينا نقول يعني مع الضغط اللي هم موجودين فيه، بس حاولوا كثير يتعلموا تطبيقات كثيرة، أشياء كثيرة، على أساس أنهم يقدروا يوصلوا للطلاب. أولادي يدرسوا في مدرسة خاصة، يعني مش مدرسة حكومية. بالنسبة للتحديات اللي يواجهوها في التعلم عن بعد تعتبر أقل بكثير من التحديات اللي تواجهها المدارس الحكومية، مثل ما أنا شفت يعني على الواقع.
أحد الأسباب إنه عددهم أبسط في المدرسة، فعاملين لهم يعني إنه يقدروا يروحوا أصلاً المدرسة حضور يومي. فكان التعليم المدمج عندهم كأنه يومياً الطالب يداوم في المدرسة من الساعة 7 لحد الساعة 12، وباقي التعليم يتلقوه عن طريق الأونلاين في البيت. لكن الوضع في المدارس الحكومية ما في حضور مباشر أبداً، طبعاً بسبب الأعداد الكبيرة في المدارس، فكانوا معتمدين فقط على التعلم عن بعد. عادةً هي الحصص المتزامنة اللي تصير خاصة للطلاب في الحلقات الدنيا، مثل ما سألت المعلمات اللي أنا أشرف عليهم، قالوا إحنا نتفق مع أولياء الأمور. أحياناً حتى لما يكون امتحان والأم قلقة لأن عندها دوام الصباح ما تقدر تكون مع الطفل في فترة الامتحان، قالوا لي إنهم هم عادي يمتحنوا الطلاب المساء بالاتفاق بينهم، يعني في مرونة في الجداول، في مرونة في كل شيء. يعني بعض الأمهات يعني ليس لديهن عاملات في البيت، أو إنها ما تقدر تحط أبنائها مع هذه العاملة، حتى في الفترة اللي سكروا فيها الحضانات يعني كانت فترة جداً صعبة. هو أهم شيء منح الثقة، طالما أنا منحت هذه الأم الثقة أكيد إنها هي تحاول تكيف جهدها ووقتها بحيث إنها تقدر توفق بين الجانبين، بين جانب الأولاد وبين جانب العمل. لكن إنه مسألة إني أنا ألزم الأم إنها هي لازم تحضر بدون ما أراعي وضعها، بدون ما أراعي أبنائها، هذه جداً صعبة. يعني حتى ولو هي حضرت، كيف نفسيتها وهي حاضرة في هذاك العمل؟ أبداً بدون تركيز، لأن هي تفكر في أبنائها، يمكن عطتهم هذاك اليوم جارتها، يمكن عطتهم أحد من أخواتها، لكن هي بتظل إنها في حلقة دائماً تدور حد لي يكون مع أولادها إذا ما عندها يعني أحد ثابت. يعني كل حرب ظروفه في النهاية، فإيش المانع من إن إحنا نعطي الأم الثقة وتعمل الأم من المنزل؟ هي أدرى بطريقة عملها باللي يناسب لها، إذا مناسب لها تعمل من المنزل وترعى أولادها فلها ذلك يفترض، يعني لما لا؟ إحنا كنا قبل نسوف عملية التقانة، يعني نقول يعني ما نعرف نستخدم تطبيقات، ما مشكلة بكرة بنتعلم بكرة بنتعلم، لحد ما جاء الوقت اللي احنا أساساً محتاجينها فيه بشكل كبير وهي الخيار الوحيد، فاضطرينا ان احنا نتعلم هذه التطبيقات، اضطرينا ان احنا نواكب باقي الدول، اضطرينا ان احنا نتعلم هذه الأشياء كلها على أساس ان عملية التعليم ما تتوقف. الأيام القادمة يعني بعد كورونا يفترض انه هذه الأشياء ما تتوقف، لأن احنا ما نعرف ايش المستقبل مخبلنا مرة ثانية. مثل ما نحطينا في هذه الأزمة قد نحط في المستقبل في أزمات أكبر، فالمفروض نطلع من هذه الأزمة بشكل يعني أقوى على أساس نحن نواجه المستقبل. لازم نتعلم من كل الأحداث اللي صارت، وخاصة في مجال توظيف التقانة، لأن الحين خلاص صرنا نعيش الثورة الصناعية الرابعة، وصارت العالم كله صار يتكلم عن تقنية يعني، فلازم إحنا نتجه هذا الاتجاه أيضاً في كل شيء، ما بس في التعليم، حتى في باقي الخدمات اللي موجودة في الدولة. يعني ما في داعي أني أنا أنتظر طابور لساعات أساس أن أنا أتلقى خدمة معينة، بينما هذه الخدمة قد تكون عن طريق الأونلاين سهلة وسريعة. الحين حتى يعني الناس بدأت يعني تفكر أنه ما في حاجة حتى للأسواق الكبيرة، لأنه الحين بدأت الناس تتجه للتسوق أونلاين. أيضاً ما في حاجة للمباني الكبيرة، لأني أنا بدل ما أقدم هذه الخدمة للمراجعين في المبنى ممكن أقدمها عن بعد. نفس الشيء التعليم، إحنا المفروض الحين تعلمنا من هذه التجربة ونتجه بشكل أقوى وأقدر نحو التعليم التقني والتعليم الإلكتروني في المستقبل. لهن لأجل عمان.